أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من يو تي في، أبدأها بأبرز العناوين. مباحثات استثنائية بين بغداد والعالم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. رسائل السوداني تركز في 4 قضايا، وإنهاء مهمة التحالف الدولي تتصدر الأجندة. على ذمة رويترز وأكثر من 10 مصادر، قاني يلتقي قادة من الفصائل في مطار بغداد ويطلب وقف الهجمات لتلافي الرد الأمريكي والانتقام المباشر. عاد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لهولندا ومشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. بيان حكومي ذكر أن السوداني عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في كل من أمستردام الهولندية وميونخ الألمانية، شملت رؤساء ومسؤولين ورجال أعمال إلى جانب عدد من قادة أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية في بلدان مختلفة. وركز السوداني خلال الجولة على إنهاء مهمة التحالف الدولي داخل العراق وتحويل العلاقة مع أعضائه إلى تعاون وشراكات في شتى المجالات. وأبرز رسائل السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن خلال 22 لقاء مع رؤساء ومسؤولين، نتابعها بهذا التقرير. جدولة انسحاب التحالف الدولي وتوسيع التعاون الاقتصادي، هذا ما كان حاضرا في 22 لقاء في ميونخ عقدها رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني خلال 2 مع رؤساء ومسؤولين حول العالم. والخطاب العراقي كان صريحا في قضايا السيادة والأمن والشركات الاقتصادية الجادة. يقول مسؤول حكومي إن رغبة العراق في الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف من الأمن إلى الشركات الاستراتيجية وفي مجالات مختلفة لاقى تفاهما دوليا كبيرا. وكانت الرسائل واضحة، أمن العراق ضرورة لأمن المنطقة، والعراق المستقر مصلحة للجميع، وهو نقطة التقاء ترفض أن تكون ساحة لتصفية الحسابات. من أبرز القضايا التي ركز عليها السوداني خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ تتمثل بأن عراق 2024 مختلف عما كان عليه قبل 10 سنوات، فهو آمن ومنتصر ومنفتح على الشركات الجادة والمنتجة، ما يستدعي إنهاء مهمة التحالف الدولي عبر الحوار والانتقال بالعلاقات مع دوله إلى فضاء الاقتصاد والاستثمار والمجالات المختلفة. داخليا، لاقت جولة السودان الأخيرة لهولندا وألمانيا أصداء إيجابية، إذ يؤكد أعضاء في مجلس النواب أن مثل هذه الزيارات الاستراتيجية والمهمة على المدى البعيد، وتعد عامل طمأنة للشركات الأوروبية الكبرى باعتبار أن أعلى سلطة تنفيذية في العراق تعبر عن رغبة الحكومة وجديتها في تطوير قطاعات الطاقة والزراعة والاقتصاد وفتح أبواب الاستثمار، من الحالة العسكرية إلى علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات، سردية تنقلها بغداد إلى عواصم المنطقة والعالم بهدف ترسيخ مفهوم التعاون والتكامل وفق قاعدة المصالح المشتركة وبما لا يتعدى السيادة. وفي تصريح ليو تي في قال عضو تحالف نبني نسيم عبد الله إن رئيس الوزراء في زيارته لهولندا وألمانيا أوصل رسالة إلى العالم تفيد بأن العراق مختلف الآن، وأن تحديات المرحلة لن تحل بمعزل عن المجتمع الدولي. أعتقد اليوم السيد السوداني أعطى رسالة إلى بلدان العالم على أن العراق مختلف، على أن هذه الحكومة هي مختلفة عن سابقاتها، وهذه التحديات حقيقة اليوم احنا نمر في تحديات داخلية وخارجية. أعتقد هذه حتما هذه التحديات لن تحل بمعزل عن المجتمع الدولي، وهذه الرسائل أعتقد وصلت، ونعتقد الفترة القادمة حتما سوف تكون أفضل من الفترة السابقة. اليوم رؤية السيد السوداني هي تكاد تكون مختلفة عن رؤية الوضع الداخلي. السيد السوداني لديه رؤية تنطلق من مصلحة حقيقية للواقع العراقي الحقيقي، الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذه الرسائل هو الرجل أوصلها، وهذه الرسائل هي رسائل أعتقد يعني فيها جانب اطمئنان للطرف الآخر. بين مؤتمري ميونخ لعامي 2023 و2024، دفعت التحولات الجيوأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم إلى تغيير خطاب العراق وطرح أولوية جديدة أمام كبار قادة ومسؤولي العالم، وهي إنهاء مهمة التحالف الدولي مع الإبقاء مع علاقات مثبتة مع الجميع وفق المصالح المشتركة. التفاصيل نتابعها بهذا العرض الإخباري. بين
المؤتمرين ميونخ 2023 و2024، تحولات كبيرة شهدتها السياسة الخارجية العراقية بالتزامن مع ممر وتمر به المنطقة وارتداداته على الداخل العراقي. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كان حاضرا فيهما بأجندات تختلف فيما يتعلق بالأمن وانعكاساته على السيادة، وتتفق في مضمون الشراكات الاقتصادية والانفتاح على المحيط وفق المصالح المشتركة. في ميونخ 2023 التقى رئيس الوزراء كبار الرؤساء والمسؤولين من مختلف البلدان على هامش المؤتمر الأمني، وأنذاك قال في لقاء جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن العراق يرغب بتوطيد التعاون مع واشنطن لمحاربة الإرهاب في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات مع القوات العراقية بما يحفظ سيادة البلاد واستقلالها. وفي لقاءات أخرى أكد السوداني أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة على المستويين الإقليمي والدولي. عام 2023 أيضا أكد رئيس الوزراء إلى العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية وتركيز الحكومة في تنمية قطاع الطاقة وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في مجال الغاز، فضلا عن تدعيم أطر التعاون والشراكة في الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أكد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة، وهي جملة ملفات يعيد الوفد العراقي تقديمها في مؤتمر ميونخ المنعقد الآن. وبالعودة إلى الحاضر، حيث يستمر مؤتمر ميونخ 2024 بالانعقاد، تبرز تحولات سياسية وأمنية بدأت ملامحها بعد 7 أكتوبر الماضي وتأثيراته الجيوأمنية على المنطقة، والتي دفعت بخطاب العراق إلى إبراز ورقة المطالبة بإنهاء وجود التحالف الدولي في مختلف اللقاءات مع كبار قادة ومسؤولي العالم، إذ يؤكد السوداني أن القوات العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء العالي، ويجب الانتقال الآن إلى علاقات ثنائية واسعة بين العراق والولايات المتحدة وسائر دول التحالف، وهي سردية تتفق مع ما تطرحه واشنطن التي تقول إنها ستجري وفق إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين. نقلت وكالة رويترز عن مصادر عراقية وإيرانية قولها إن زيارة أجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني لبغداد أدت إلى وقف هجمات الفصائل على القوات الأمريكية. وقالت المصادر إن قآني التقى ممثلي فصائل مسلحة عدة في مطار بغداد في 29 من الشهر الماضي بعد أقل من 48 ساعة على مقتل 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة البرج 22 العسكري بالأردن إثر هجوم شنته الفصائل. وبحسب المصادر فإن قآني أبلغ الفصائل إنه يتعين عليه الابتعاد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسة أو حتى الانتقام المباشر من إيران. كواليس اجتماع مطار بغداد وما أحاطته من أجواء أمنية وسياسية أدت إلى استئناف المباحثات بين بغداد وواشنطن، نتابعها بهذا التقرير. ما الذي جرى في كواليس لقاء قادة فصائل عراقية مع قائد فيلق القدس الإيراني ليلة 29 من كانون الثاني؟ لقاء مطار بغداد الذي نتج عنه تجميد الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا. تكشف رويترز عن مضامين الاجتماع السري، إذ تقول نقلا عن أكثر من 10 مصادر عراقية وإيرانية إن قاني التقى ممثلي فصائل مسلحة عدة في مطار بغداد بعد أقل من 48 ساعة على مقتل 3 عسكريين أمريكيين في موقع البرج 22 العسكري عند حدود الأردن مع العراق وسوريا إثر هجوم للفصائل. وتشير المصادر إلى أن قاني أبلغ قادتها بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد عنيف قد يطول كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية أو حتى الانتقام المباشر من إيران. وتقول رويترز إنه في اليوم التالي أعلنت كتائب حزب الله تعليق هجماتها. وفي إطار تحرك الحكومة لمنع الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة، تؤكد مصادر حكومية أن السوداني عمل مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج البلاد لمنع أي تصعيد يزعزع أمن العراق والمنطقة. فيما ذكرت مصادر أخرى أن كلا من طهران وبغداد تريدان تجنب أي تصعيد مماثل هذه المرة.
ومع وقف الهجمات غير المعلن على القوات الأمريكية، استؤنفت المحادثات بين بغداد وواشنطن حول إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق. وهنا تنقل رويترز مجددا عن مصادر سياسية وأمنية عراقية قولها إن عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران تفضل إجراء المحادثات بدلا من شن هجمات قد تعقد المشهد وترتد على الأمن والاقتصاد وتحرج الحكومة. أمنيا، تم ضبط أكثر من 1800 قطعة سلاح في محافظة واسط وسط جهد استخباري لمطاردة المطلوبين وتعزيز الأمن بكاميرات مراقبة حديثة. اختلاف ملحوظ في مستوى الأمن في واسط، تعزوه قوى الأمن الداخلي إلى تكثيف الجهد الاستخباري باعتباره أولوية في تدعيم الاستقرار، وخاصة بعد استحداث مديرية جديدة لأمن الطرق يكون مقرها في واسط باعتبارها حلقة وصل بين 5 محافظات، ومن المقرر أن تعنى بمتابعة المطلوبين أثناء تنقلهم. مديرية استحدثها السيد المعالي الجديدة هي مديرية أمن الطرق، وإن شاء الله أعددنا الدراسة الكاملة بفتح 9 شعب اللي على طول الطرق، لأن تعتبر محافظة واسط محافظة وسطية تربط بغداد مع الجنوب. عندنا خط مع بغداد واسط ميسان وبغداد واسط ذيقار وبغداد واسط الديوانية وبغداد واسط الحلة. تعاقد الحكومة المحلية مع شركات لتنصيب كاميرات دقيقة تتعرف على الوجوه ربما سيقلل بشكل كبير من تنقل المطلوبين حتى داخل المدن، في وقت دعت فيه وزارة الداخلية المواطنين إلى تنصيب الكاميرات على الدور والمحلات. فبحسب شرطة واسط حلت هذه المنظومات نحو 165 جريمة. من خلالكم ومن واسط الكريمة أيضا نوجه دعوتنا لكل مواطن، أصحاب محال، أصحاب صيرفات، دور، أن يذهب باتجاه منظومة الكاميرات، لها دور في كشف الجريمة، كدعوة من وزارة الداخلية لأي مواطن أن ينصب الكاميرات في الدور وفي المحال التجارية وغيرها، إضافة إلى الكاميرات اللي راح تخليها الدولة والمحافظات في المدن بشكل عام. 1827 قطعة سلاح ضبطت خلال الأشهر الماضية في واسط عبر الكشف الآني للمشاجرات والسيطرات المؤقتة داخل المحافظة من دون تنفيذ أي مداهمة حتى اليوم، ما عدته قيادة الشرطة مؤشرا على وجود كميات كبيرة من السلاح داخل المنازل. من واسط، حمزة الأسدي، UTV. أعلنت وزارة الداخلية إطلاق التقديم على الفيزا الإلكترونية من خلال افتتاح أول سمة دخول سياحي إلى العراق. مدير الأحوال المدنية والجوازات في الوزارة اللواء نشأت الخفاجي قال في تصريح صحفي إن إطلاق الفيزا الإلكترونية يأتي ضمن مشاريع عملت عليها الوزارة، مشيرا إلى أنه من المؤمل إطلاق سمات الزيارة المتعددة تدريجيا نهاية الشهر المقبل. قال وزير الموارد المائية عون دياب إن الوضع المائي في البلاد أصبح جيدا على خلفية الأمطار والثلوج التي هطلت على أحواض الأنهر في العراق وتركيا. وخلال حديث للصحيفة الرسمية أكد دياب أن خزين المياه سيؤمن احتياجات البلاد من مياه الشرب والاستعمالات البشرية وسقي البساتين والمزارع خلال الصيف المقبل، وأشار إلى أن الموارد أمنت المياه لحقول الشلب في الفرات الأوسط وريات الحنطة، لافتا إلى أن الوضع المائي في مناطق الزراعة الديمية أفضل منه في العام الماضي. أعلن وزير العمل أحمد الأسدي إطلاق مبادرة آني أقدر لدعم شريحة ذوي الإعاقة، كاشفا في مؤتمر صحفي عن تفاصيل هذه المبادرة. نعلن اليوم إطلاق مبادرة آني أقدر من خلال هيئة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن هذه المبادرة عدة نقاط. أولا، منح قروض لذوي الإعاقة من الذين تم تأهيلهم مهنيا ونفسيا لتأسيس مشاريع مدرة للدخل وزجهم في شركات القطاع المختلط وبنسبة 3% من مجموع العاملين في هذا القطاع. ثانيا، تشجيع القطاع الخاص على تعيين القادرين على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. ثالثا، تفعيل المادة 16 الخاصة بتعيين 5% من ذوي الإعاقة في دوائر الدولة وبالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي، حيث ذلك ما ينص عليه قانون رقم 38 لعام 2013، وسوف نسعى لتطبيق هذه المادة ابتداء من اليوم.
مساعدة ذوي الإعاقة لإكمال الدراسة الابتدائية والثانوية وتخصيص مقاعد لهم للدراسات العليا، وهذا تمت المباشرة به من قبل هيئة ذوي الإعاقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أكد رئيس الدائرة الرقابية والمالية لوزارة التجارة في نينوى عصام زنجنة أن شركة تجارة المواد الإنشائية ستبيع مواد البناء للمواطنين بأسعار مدعومة. ستسهم الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية في خلق بيئة تنافسية وفي خلق استقرار اقتصادي في مجال عمل وتقديم المواد الإنشائية للأفراد. سيسهم هذا المشروع الضخم الذي انتهجته وزارة التجارة في تنشيط السوق المحلية، وستكون هناك أعمال من أجل وترتيب الأوضاع الاجتماعية أيضا في محافظة نينوى للأفراد. الإسكاف الأخير في نينوى يحاول مواكبة تطور الصناعة لمقاومة اندثار المنتج المحلي بسبيل المستورد. قصة من قاسم الزيدي. من جلود الأبقار وبألوان مختلفة، يعمل عمر على صناعة أحذية جلدية ذات جودة ومتانة في هذا المعمل المتواضع شرقي الموصل. نحو 30 عاما قضاها في هذه المهنة، لكنها بدأت تواجه الاندثار كبقية المهن التقليدية رغم حفاظها على جودة الصناعة اليدوية التقليدية. احنا واكبنا تطور بس بطيء، وهذا الشيء ما صوشنا، هذا صوج الدولة، صوج الدولة ما صوجنا احنا. الدولة خلي تمنع الاستيراد واحنا اللي نشتغل ونجيب المكاين ونجيب الشغل ونجيب كل شيء احنا نجيب. بس اذا الدولة ما تساعدك انت تروح تجيب المكاين وتجيب هاي كلها فلوس، كلها فلوس، هذه منو دي يعوضك بيها؟ 12 رزمة من الأحذية الجلدية هي إنتاج هذا المعمل الناجي الوحيد من غزو المستورد من أصل عشرات المعامل كانت تنتشر في الموصل وتغطي حاجة السوق في تسعينيات القرن الماضي. ويعزو المشتغلون في هذه المهن التقليدية أسباب تراجعها واندثارها إلى غياب الدعم عبر إتاحة قروض ميسرة لهم أو حتى وقف أو تقليل الاستيراد. سبب الاستيراد هو الجاهز، كله جاهز استيراد، ماكو صناعة، هو استيراد تجار عجيب جاهز كله صيني وتركي وإيراني مشكل، يعني ماكو يعني نحن صناعتنا ما تطورت، ما دخل بيها يعني ماكو دعم لها، ما دخل بيها غير صناعات تطورت، صار عند التطريز وما تطريز بالنسائي، مكاين دخل بيها يعني أجهزة حديثة دخل بيها. رغم انحسار إنتاجها فإن المهن التقليدية لا يزال لها زبائن معتادين على اقتنائها لجودتها ودقة عملها وسط مطالبات بالاهتمام بهذه المهن التي ترفد السوق المحلية بمنتجات وتوفر مئات فرص العمل. قاسم الزيدي، UTV، الموصل. في اليوم الأخير منه تواصلت عروض مهرجان سومر الدولي للخيول العربية، الجوائز ذهبية وفضية وبرونزية تقاسمتها أجمل الجياد. تتواصل عروض مهرجان سومر الدولي للخيول العربية في يومه الثاني، المسابقة الخاصة بتقييم جمال الخيل العربي المتواجد في المرابط العراقية حصراً. الرأس والرقبة، الجسم والحركة والهوية العربية هي معايير لجنة التحكيم في تقييم جمال الخيول المشاركة في المسابقة، والتي خصص اليوم الثاني فيها لمشاركة فئة المهرات والأفراس والأمهر وفئة الأفحل، والجوائز تمنح بثلاث فئات: الذهب والفضة والبرونز. شاركنا بعشر خيول بشكل عام كمربط وكيل، وطبعا شاركنا بفئة الخيل الميكس، لكن احنا خيولنا هي البيور ايجيبشن اللي دماء مصر عربية مصرية، وحصلنا الحمد لله على الكثير من الجوائز، وحصلنا على تشامبيون والآخرة في الأفراس والمهرات كذلك. نحن كمربط من قطر ما لنا مشاركين باسم المربط،
ولكن من إنتاجنا الحمد لله في تقريبا أكثر من 8 روس ما بين مواليد عمر سنة أو جونيور عمر سنتين وثلاثة وفرسات. والحمد لله بعمر الجونيور فيليز من إنتاج مربطنا أخذت المركز الأول اللي هي بهية الوعب، والمركز الثاني بعدها كانت دينا الوعب. تنظيم مهرجان سومر الدولي كان بإشراف كوادر عراقية شبابية، وحصل على إشادة الحضور العربي والأجنبي، على اعتبار أن مثل هذه المسابقات لم تنظم في بغداد منذ 4 عقود. طبعا تبارك الرحمن الحين في تعدد كبير من الدول اليوم، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سوريا، كثير. ونقلنا عن طريق منصاتنا أن قدرة العراق والمنظمين في العراق على تنظيم مثل هذه البطولات اللي كلنا نفتخر فيها. اليوم الثاني والأخير من مسابقة جمال الخيول العربية كان مخصصاً للخيول العربية التي تعود جذورها إلى الدماء المصرية حصراً، والتي تتواجد في مرابط عراقية. انتهت فعاليات مهرجان سومر الدولي للخيول العربية الأصيلة، يومان من العروض والفعاليات التي عادت بعد 40 سنة من الانقطاع وستستمر بمواسم قادمة. من بغداد، أحمد مؤيد، UTV. بعد انقطاع دام لسنوات عدة، تعود الفنانة القديرة فوزية عارف لتكمل حكايات جديدة من مسلسل عالم الست وهيبة، الذي يسلط الضوء على قضايا وتحديات يواجهها المجتمع ضمن عروض قناة UTV للموسم الرمضاني المقبل. الفنانة القديرة فوزية عارف تعود إلى التمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن، عودة استثنائية عبر شاشة UTV مع الجزء الثاني من مسلسل عالم الست وهبة الخالد في ذاكرة العراقيين. فالمسلسل كان من أشهر الأعمال العراقية الذائعة الصيت والشعبية في تسعينيات القرن الماضي، وهو يتناول قصة امرأة قوية تدعى وهبة ومغامراتها في حل المشاكل بحكمة. بعد نحو 3 عقود لا تزال في جعبة وهيبة حكايات جديدة وأحداث تحمل كثيرا من الدراما التشويقية، وهي تشارك صناعتها من خلال 30 حلقة مع 58 شخصية رئيسة إلى جانب 115 شخصية ثانوية. يعني أنا سعيدة أنه راح أكون أشتغل بكادر جديد كل شباب، فيسعدني العمل وياهم. شايفتهم أني بالتلفزيون ومعجبة بيهم، فأني يعني يفرحني أنا أشتغل ويا هذا الجروب، وأتمنى لمن كل قلبي النجاح طبعا إلهم وإلي أيضا، مو بس إلهم، وأتوقع أن يكون العمل ناجح. ويرى صناع المسلسل أن الجمهور العراقي المحب لهذا العمل الدرامي كان الدافع الأكبر في إقناع نجوم غابوا عن الأعمال التلفزيونية والسينمائية سنوات بالعودة إلى الساحة الفنية، فيما جرى تصوير المشاهد ضمن نحو 80 موقعا بإنتاج غير تجاري. عرف اليوم الفنان هو ملك للجمهور، الجمهور هو اللي يعني شلون أقول لك، يا هو اللي يحب يشوفه، المتعطشين أن يشوفوها بصراحة يعني بعد هذا الانقطاع الطويل يعني. وهذه أيضا يعني بصراحة خطوة تحسب يعني لليوتيفي أيضا، أنه كان الإصرار أنه إنتاج الجزء الثاني من عالم الست وهيبة، وأنه لازم نحافظ على دائرة العلاقات اللي موجودة. يعني هذا الانقطاع اللي استمر لحوالي 17 سنة أكيد يجب أن يثمر عن عمل ذا قيمة عالية يتماشى مع إمكانية ومكانة الفنانة فوزية عارف. قصة الجزء الثاني في عالم الست وهيبة لصباح عطوان، وتأليف وسيناريو وحوار موفق مسعود، معالجة أحداثها ستكون مختلفة عن السابق، فهي تسلط الضوء على قضايا وتحديات يواجهها المجتمع في زمن آخر، وأبرزها تجارة المخدرات والأعضاء والتنمر، مع أدوار درامية للممثلين القدامى وجدد، وتتضمن بناء شخصيات جديدة في ضوء الشخصيات المشاركة في الموسم الأول. أنا راح أكون وهيبة الصغيرة حفيدتها بشخصية الدكتورة. أولاً أنا إلي الشرف أنه أشتغل ويا قامة مثل ست فوزية، وهذا الشيء راح يضاف إلى CV ماتي. فرحانة جداً من دزولي الأوردر وقالوا لي أنه أنت اليوم أوردرج وياها. وعلى الرغم من ارتباط اسم المسلسل بإحدى أهم شخصياته، فإن البطولة غير منفردة، إذ يتقاسمها أبطال آخرون،
وكوكبة من ألمع الممثلين الساعين إلى تقديم منجز تلفزيوني مثير وممتع ليترك أثرا جديدا في الحاضر قبل الذاكرة، وكل هذا ضمن إنتاج يو تي في للموسم الرمضاني المقبل. في نهاية النشرة، إلى اللقاء.